شرطوط. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ شرف منور. ازاي سعاده جدا بوجود حضرتك معانا كابتن. ايضا استاذنا استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن شرف منور. منور الدنيا. خليني ابدا مع حضرتك يا استاذ عصام. النهارده عندنا 3 4 قضايا عايز اتكلم فيهم مع حضراتكم، ولكن القضيه الاولى هل الصفقات بالكم ولا بالكيف؟ يعني بالاثنين الحقيقه، لكن بس انا كان عاجبني التقرير صاحب الرقم القياسي في البطوله، صاحب الرقم القياسي. هنعمل ايه؟ سبحان الله، يعني زي الحقيقه بالارقام. سبحان الله. هي طبعا الكيف اهم او اكثر جدوى، لكن برضو الكم معناه انك انت وفيت في عدد هتحط لها، بس اذا كنت يعني مش محتاجه 100% صحيح، لكن في حاجه اليه، عشان ما نقولش انك كنت لازم تجيب 10 فجبت 6. لازم تدرس الاول لماذا لم تستطع ابرام 4 صفقات اخرى، ده لو كان الرقم 10 او اي رقم يعني. وبالتالي الاثنين هيمشوا فيه متواليه زي قضيب القطر بالظبط، مش هيلتقوا ابدا، لكن هيظلوا على نفس التراك يا كابتن اسلام، كما وكيفا. أوكي. حسب حاجه الفريق، وخاصه الفرق التي حظوظها وتاريخها وحاضرها ومستقبلها انها في المنافسه دائما وبتلعب اكتر من بطوله. مؤكد، ما هو في المنافسه دائما في كل البطولات، يعني عشان كده بقول لك يعني عجبك التقرير. حصل مع التقرير ان الواحد انتبه لده اللي هياخد الافضل دائما، اذا هو يعني يصارع بلغه المصارعين في اكثر من حلبه، وبالتالي ضربات كثيره ويسدد ضربات اكثر، وبالتالي دايما محتاج لعلاج ورعايه وتجديد. نعم. و و حتى يظل محتفظ بكينونته انه الاول دائما يعني. أوكي. وده على فكره ما يزعلش حد، لانه لا. كل اللي بيدخل معاه حلبه الصراع التنافسي عليه ان هو ياخذ بالاسباب، فاذا استطاع ان هو ينتصر اول حد هيبارك له ويرفع ايده هو البطل المتوج حين يفقد لقب من القابه، لانه صحيح. مش هيزعل ابدا، بل على العكس هيروح قايم على طول عامل ترن ويذهب حيث تجديد دمائه مره اخرى. استاذ محمود اخد اعرف رايك برضو في هذا الامر. لا طبعا الكيف. الكيف؟ اه طبعا الجوده. أوكي. جوده اللاعب بشكل واضح. اه بشكل واضح طبعا. يعني عاوز اقول انه كانت مهمه اساسيه للاهلي في فتره الانتقالات انه يبحث عن جوده اللاعب المحلي الحاليه. تقصد الحاليه؟ أوكي. جوده اللاعب المحلي. أوكي. والاجنبي. اوكي. انت بحاجه الى انك لاعب يعمل لك فرق. دي تمام. كانت مشكلتك واللي انت عانيت فيها لما جيت، حصل بعد ما كنت على القمه حصل عندك دروب، بدات تدور على حد يشيلك، يديك يعني ايه، ينتشلك، يعمل لك فرق، يعمل لك واحده، يعمل لك تسديده، يعمل لك مروع، يعمل لك ضربه جزاء، ما لقيتش حد. لقيت المساله كلها متساويه مع بعض، فدي طبعا كانت مهمه جدا، وكنت اتمنى يبقى فيها نوع من الاسراع، يعني العبارات اللي بتتقال في اللحظات دي بلان ايه وبي وسي ودي، ها لابد انه يظهر في المرحله الكلام الكبير ده. اوكي. كان المفروض يبقى انت عندك بدايل 1 2 3 4، ولازم تبقى عارف وحاطط عنوان كده رئيسي انك لن تترك وحيدا عندما تتحدث عن اي لاعب. أوكي. لابد من اخرين هدفهم على الاقل. أيوة. هدفهم. أيوة. غير رياضي بالمره، غير شريف بالمره، لانك أيوة. انت ما بتدخلش في صفقاتهم على الرغم لا معلش يا استاذ محمود ما تزعلش مني، انا في النقطه دي ما عنديش مشكله ان حد يخش في الصفقات بتاعتي للتنافس، مش للتنافس. برافو عليك. مش بهدف، ولكن مش بهدف ان انا بوظ عليك يا كابتن اسلام، بمعنى ان انا شايف من وجهه نظري انا كرجل فني بشتغل في نادي اكس، خلاص، وحضرتك بتشتغل كرجل فني بتشتغل في نادي الاهلي، انت شايف ان عصام شلتوت ده احسن لعيب وانا شايف ان عصام شلتوت ده احسن لعيب، احنا الاثنين بنتنافس على عصام، ده شغل عادي جدا، لكن ان انا داخل لمجرد ان انا افسد عليك، ده الجزء اللي بتكلم عليه، التنافس عشان انا افوز وانت تفوز دي حاجه ثانيه، هيفصلها قدرتك على استحواذك على رغبه اللاعب. صحيح. قدرتك انك انت تدفع الشروط الماديه اللي دفعها ايه النادي طلبها. صحيح. لكن المساله بقول لك ايه، انك انت وانت رايح خلاص العالم اصبح مفتوح، مفيش حد عارف يخبي حدش، بس محدش يعني ايه يبقى فاكر انه الدنيا هتعرف تعمل عمليه ايه صعبه. صعبه جدا، صعبه مثلاً. جدا. فلابد انت تمتلك كثير من الادوات, وبدايلك في لحظه. وكان من ميزه الاهلي على مدار تاريخ الفتره اللي احنا عشناها كان بيبقى رايح ناحيه اليمين وهو قاعد وراك مستني يخلص اللقطه. صحيح. على يدي انا بكلمك على يدي كان بيدي لقطه كده
وبيكون في حته دي. الامور تبدلت يا كابتن اسلام. الامور تغيرت، الظروف بقت صعبه. النهارده ظهر عندك على الساحه خلاص في انديه كتير بقى عندها المال، سهل جدا انها تنفق، عنديها طموحات. بس ما حدش بيقول لنا منين على فكره. ما حدش منين دي، ما بس اصل خلي بال حضرتك زمان ايضا، معلش منين دي، ما انا لما اتكلمت عن اللعب المالي النظيف الدنيا قامت ما قعدتش. يعني احنا طرحينه الموسم اللي فات وقلنا ان من ضمن وانا طرحته من يعني اسبوع، من شهر ونص شهرين كده. استبشرت لما قالوا انه هيخش بقى من ضمن منظومه الكره. صحيح على رايك، يدخل لما نشوف هيدخل فين. بس فانا مش عايز اقول لك اللي حصل ايه والدنيا ما قامت ما قعدتش. والله لا انت فاكر كلمتين بس على الهوا، قال لك ازاي ده موقوف وبيجيب فلوس ما خلصتش، الناس ما خلصتش ماشي. فاللي انا عايز اقوله لك يا كابتن اسلام انه كان الجمهور يعني طبعا في نوع من القلق، عشان نكون واقعيين، من نوع من القلق انه جمهور الاهلي توصل محمد جمهور الاهلي شادي محمد. انا بقول انا براهن عليه، الروح القتاليه دي مهمه جدا على فكره. وشادي محمد بطل الحقيقه. لا سوء شادي حسين شادي حسين طبعا شادي محمد ده دليل على المعزه طبعا طبعا على الحب والمعزه. عشره، لا عشره اصلا لا شادي نجم النادي الاهلي.